بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الدكتور شريف حافظ، أستاذ الأمراض البطنة والغدد الصماء والسكر كلية طب القصر العيني. النهاردة أنا عايز أتكلم على مرض السكر، والحقيقة لازم أن احنا نفرق بين نوعين أساسيين من مرض السكر. النوع الأولاني اسمه النوع الأول من السكر، كان في زمان يقولوا اللي هو المعتمد على الإنسولين، دلوقتي سموه النوع الأول، اللي هو بيبتدي من الأول خالص بيبقى فيه تلف في خلايا البنكرياس فما تفرزش إنسولين. فلما بتفرز الإنسولين يبتدي الجسم يدور على حاجة تانية في الجسم، لأن ده مهم جدا، يعني يبقى السكر يعلى، لكن في نفس الوقت المريض نفسه بيدور على مصدر آخر للطاقة. برضو أنا عايز أتكلم على علاقة صغيرة جدا بين السكر والبني آدم. السكر ده اللي هو الـ يعني مصدر الطاقة لأي شخص، وعشان تيجي مصدر الطاقة ده لازم السكر ده يستهلك أو اسمها يتحرق أو يستهلك أو يهضم، بحيث أنه يولد توليد طاقة. لما توليد الطاقة ده محتاج الشرارة، الشرارة دي اسمها إنسولين. الإنسولين ده بيجي بيفرز من خلايا معينة في البنكرياس، ويجي الإنسولين ده يأثر على السكر بحيث أنه هو يهضمه أو يحرقه أو يولد منه طاقة تخلي البني آدم يتكلم ويتحرك ويعمل كل حاجة دي كلها يبتدي. وبعدين الحاجة الثانية أن هو العيان اللي هو لما يبقى عنده نقص في الإنسولين ما يفرزش إنسولين فقام السكر يعلى، لكن في نفس الوقت المريض نفسه بيبقى محتاج يولد طاقة، بيبتدي يجيب طاقة من مصادر أخرى غير السكر. السكر بيعلى ويبقى البني آدم بيدور على مصادر أخرى للطاقة، بياخدها من الدهون بتاعت الجسم وياخدها من بروتينات الجسم، فيبتدي المريض السكر اللي هو النوع الأول اللي هو عنده نقص في الإنسولين من الأول يبتدي يخس وزنه يقل. فده اللي هو النوع الأول من السكر. النوع الثاني من السكر اللي هو برضو بس ده عادة بيحصل في سن كبير، النوع الأول من السكر ده عادة بيحصل في سن صغير، لكن سن اللي هو النوع الثاني من السكر بيبتدي في سن كبير، كان زمان يقولوا بعد سن الأربعين، وحاليا مع تفشي السمنة في السن الصغير بقينا نلاقي سكر من النوع الثاني في سن صغير كمان، لدرجة ان احنا وصلنا لغاية 12 سنة عنده سكر من النوع الثاني. السكر من النوع الثاني بيختلف عن السكر من النوع الاول في حاجة واحدة بس، ان هو الانسولين ممكن يكون موجود ويكون عالي جدا بس الكفاءة بتاعته ضعيفة، يعني بيبقى في عندنا حاجة اسمها مقاومة لعمل الانسولين، فبالعكس ده ممكن البنكرياس نفسه يفرز كمية اكتر من الانسولين عشان يحاول ان هو يستهلك السكر، ويبتدي يحصل يعني توليد للطاقة. فلما يكون الانسولين نفسه ضعيف او الكفاءة بتاعته اقل ممكن ان هو يزيد. ده اساسا له سبب اساسي اللي انا قلته من الاول خالص، ان هو اساسا السمنة، وخصوصا السمنة بتاعت منتصف البطن دي اللي هي ممكن تحصل، وبالتالي النوع من التاني من السكر عادة بيكون ليه سبب اساسي اللي هو اساسا السمنة. واحنا دايما بنقول السكر من النوع التاني ده الوباء القادم الذي يتبع وباء موجود اصلا اللي هو وباء السمنة الموجودة دلوقتي، وده اللي هو بيحصل من النوع التاني. النوع التاني من السكر ما بيحتاجش ياخد انسولين من الاول، لكن هو ممكن ياخد ادوية تساعد على تنشيط وظيفة الانسولين، او ان هو يحتاج الادوية تعمل افراز اكتر للانسولين من الخلايا البنكرياس. ففي الاول مجال النوع الاول النوع التاني من السكر ده ممكن يتعالج بحبوب او باقراص في الاول، عشان بعد، لكن في الاخر خالص في الاخر خالص ممكن اللي هي خلايا بيتا بتاعت البنكرياس تبطل افراز الانسولين، او الانسولين يبقى قليل جدا يقل خالص، لدرجه ان الشخص اللي عنده سكر النوع الثاني يحتاج لانه ياخد انسولين. وهي حكايه احتياج،
مش حكاية لا عقاب ولا تهديد. النوع الثاني من السكر الأساس بتاعه إن هو متطور. يعني إيه متطور؟ يعني مع الوقت بيزيد. في الآخر خالص مريض السكر من النوع الثاني قد يحتاج إنه ياخد إنسولين كعلاج. ملحوظة صغيرة، عشان الإنسولين ده، عشان السكر وعلاقته بالإنسولين ده حاجة مهمة، وإن السكر نفسه ده مصدر من مصادر الطاقة، بحيث إنه هو لازم يستهلك أو يتحرق عشان يولد الطاقة. ففي عندنا مصدرين للسكر في الجسم. السكر النوع الأولاني، المصدر الأولاني اللي هو الأكل، عن طريق الأكل. المصدر الثاني اللي هو عن طريق الكبد. الكبد فيه مخزون من السكر، بحيث ان يعني اي حد يبقى صايم 6 ساعات او في فتره الليل مثلا وهو نايم، بيبقى المصدر الاساسي للسكر من الدم جاي من الكبد. عشان كده يجي حد يقول لك انا ما اكلتش السكر بتاعي عالي. ليه عالي؟ ليه؟ لان ممكن يكون افراز الكبد للسكر زايد عنده. دي ملحوظه اخرى برضو حبيت ان انا اقولها، ويعني اتمنى لكم الشفاء الكامل ان شاء الله. شكرا جزيلا.